الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن نويت بعد حذف ما حدث استقيم، وإن نويت بعد حذف ما حدث فالباقي يستعمل بما فيه ألف، فتقول يا نويت الباقي، تقول في جعفر يا جعفر، وفي خالد يا خالي، لا تقول هذا علم مفرد يجيب بها على الضم، أنت ناوي لازم تتولي الدال، وهي اللغة الكثيرة الأكثر لغة الانتظار، فنقول وإن نويت بعد حذف ما حدث فالباقي يستعمل بما فيه ألف، الذي كان عليه اجعله تطلي عليه، واضح؟ وتقول في عصفور يا عصفور أو يا عصفور، واضح؟ يا عصفور، لا تقول لا يوجد في العربية اسم مفرد آخر واو قبلها ضمة لازم، نقول أنا لازم أنتهي الراء، واضح؟ أنا أقول لي وإن نويت بعد حذف الباقي واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثمما، إذا لم تنوي تنوي اجعل المنطوقة بآخر الكلمة، فتقول في خالد يا خالو وهو قليل، وتقول في قمطر من اسمه قمطر يا قمطو، واضح؟ ويترتب على ذلك لو ناديت كروان، عالم اسمه كروان، تقول يا كروى، في لغة من ينتظر يا كروى، الالف والنون حذفتها لان هذا من الفئة التي يحذف فيها حرفان، واذا كنت لا تقصده تقول يا كرى، الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الفا صارت يا كرى، وتقول في صمي في 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 صميان، صميان اذا رخمته على لغة من ينتظر تقول يا صمي يا صنيع، تنتظر الف والنون، اذا كنت لا تنتظرهما تقول يا صنع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت الفا، وتقول في اسمه من اسمه علاوه، علاوه وهدايه على لغه من ينتظر يا عداوه، وتقول يا هدايه تنتظر، واذا كنت لا تنتظر تنطبق عليه قاعده الواو والياء وقعتا متطرفتين بعد الف زائد تقلب عليها همزه، تقول يا عداء يا هداء، واضح؟ انا اقول واجعله ان لم تنوي محذوفا كما لو كان بلاقي وضعا ثم، فقل على الاول في ثمود يا ثم، على الاول وهو لغه من ينتظر تقول يا ثم، اذا قيل لك لا يوجد في العربيه اسم اسم معرب اخر واو قبلها ضمه لازم، نقول انا لازم انتظر الداله، واذا كنت لا تنتظر عليك ان تقلب الضمه كسرا فتنقلب الواو تقول يا ثمي، واضح؟ اللغة العربية لا يوجد فيها اسم آخره واو قبلها ضمة لازمة، خرج الاسم الفعل يدعو، وخرج من العربي هو، وخرج بما قبله ضمة دلون ليس قبله ضمة، وخرج بلازمة نحو جاء أخوك، الواو ليست لازمة تقول رأيت أخاك، إذا لا قيل سمبو وهي قرية في صعيد نصها ليست عربية، أفهم؟ التزم الأول فيك مسلمة، التزم الأول فيك مسلمة مما يلبس فيه المؤنث المذكر، لابد أن تقول يا مسلمة، إذا ناديت مسلمة تقول يا مسلمة، لأن لو قلت يا مسلم يظن أنك تنادي من اسمه مسلم، أه؟ وإذا ناديت يا حارثة تقول يا حارثة لغة من ينتظر، لأن لو قلت يا حارثة يظن أنك تنادي من اسمه حارث، وتقول في حفصة حفصة يا يا حفصة، لو قلت يا حفص يظن أنك تنادي من اسمه حفص، واضح؟ والتزم الأول فيك مسلمة مما يلبسه، وجوز لوجهين فيك مسلمة لا إلباس في اقرأ يا مسلمة ويا مسلمة اقرأ. الأصل أن الترخيم من خاص النداء، قالوا النداء تغيير والتغيير يأنس بالتغيير، ومع ذلك يجوز أن يرخم في غير النداء، وذلك لا بد أن يكون في الشعر ولا بد أن يكون الاسم صالحا بأن ينادى أصلا، الحارث العباس لا يرخم لأنه صالح للنداء مبدود إل، واضح؟ قال ألا أصبحت، قال فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف بن مال ليلة الجوع والخصب، طريف بن مال أصبح بن مالك على لغة من لا ينتظر، وعلى لغة من ينتظر قال بعضهم لا يجوز وأجازه بعضهم، واحتج بقول الشاعر ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما، أمامة على لغة من ينتظر قال أمامة، لم يقل أمام قال أمامة، هذه لغة من ينتظر، أنا أقول هو للاضطرار أن رخموا للاضطرار في الشعر، رخموا دون نداء ما للنداء يصلح، نحو أحمد في الشعر تقول يا أحمد، تقول جاء أحمد،
ليس في النداء. تقول جاء أحمى ورأيت أحمى، لا بد أن يكون ذلك في الشعر، وأن تكون طاولة الشعر، وأن يكون الاسم أساسا صالحا لينادى. الله عليه وسلم.